أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضواً بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. من جانبها أكدت الحكومة أن أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام والتي يتم استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تراقب الأسواق بشكل دوري. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس الشيوخ المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء، ورد الحكومة على لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لإعداد دراسة بشأنه. يأتي طلب المناقشة العامة المطروح لاستيضاح سياسة الحكومة الممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. أستوضح من الحكومة ما النتائج التي ترتبت على صناعة الدواء في مصر، ومصر أصبح لديها 17 مصنعا للدواء من أكبر المصانع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مدينة الدواء في منطقة الخنكة في محافظة القليوبية. من جانبها أكدت الحكومة أن أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تراقب الأسواق. هذا وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 21 من يناير الجاري.